أعزائي المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا. على هامش المؤتمر السوري الأوروبي لجراحة الأعصاب، يسرنا أن نلتقي مع الدكتور بسام كباريتي، أخصائي جراحة الأعصاب الدقيقة وأحد المحاضرين في المؤتمر. أول شيء اسمح لي دكتور رحب فيك ببلدك سوريا. أهلا وسهلا فيك يا آنسة، والحقيقة أنا بيسعدني أني شارك بمؤتمر من هالنوع هاد، خصوصي أنه مقام ببلدي الحبيب سوريا. دكتور، ممكن ناخذ فكرة عن مشاركتك بالمؤتمر؟ الحقيقة أنا أحد أعضاء الوفد الفرنسي المشارك، باعتباري أقيم وأعمل في فرنسا من 15 سنة. ومن المعروف بكل أنحاء العالم أنه طب الأعصاب تقدم كتير عنا بفرنسا وحقق إنجازات علمية هامة، ولهالسبب هاد كانت المشاركة الفرنسية غنية. أما بالنسبة إلي شخصيا، فكان إلي فرصة تقديم محاضرة بالمؤتمر عن أحدث الطرق المتبعة بالعالم لمعالجة النزيف الدماغي والسكتة الدماغية واستئصال الأورام الضاغطة. طيب شو رأيك بالمؤتمر بشكل عام دكتور؟ بصراحة المؤتمر كان ناجح بجميع المقاييس، هذا طبعا بالإضافة لأنه هيأ فرصة كبيرة للالتقاء مع الأخصائيين السوريين. ومن شأن هذا الالتقاء تبادل الخبرات والأفكار والتجارب مع مختلف البروفيسورية والأطباء الأساتذة الأجانب. طيب دكتور، قبل الوداع شو بتحب تقول للأخوة المشاهدين؟ بحب أقول للمشاهدين أني بعد ما لمست لمس اليد التقدم الطبي الحاصل بالبلد وازدهار سوريا الحديثة في جميع الميادين، قررت أني ضب شنتاية سفري وأرجع للوطن عن طيب خاطر حتى ساهم مع أخواني الأطباء المحليين بخدمة بلدي. حاجتي بقى غربة وحنين ودموع وشكاية وأنين وشوق ببلاد الغربة. هذا شيء عظيم كتير دكتور. لا، لأنه البعض عم يقولوا عني أني ما عندي خير للوطن ومزاريبي لبرة، وعم يشنعوا علي التشنيعات ما أنزل الله بها من سلطان. ولا يهمك دكتور، وأكيد حضرتك برجوعك هاد رح ترد على المغرضين رد مفحم، ومن جهة تانية لازم الوطن يستفيد من علمك وخبرتك، مثل ما بيقولوا جحا أولى بلحم توره. وانت الصادقه بلحم دكتوره. على كل حال شكرا لك يا آنسة، وشكرا للفضائيه السوريه، عقبال ما يصير عنا اكثر من 10 محطات ديجيتال متخصصه. يسلموا هديات. الله يسلمك. ايه بس سام، ما قلت لي شو بدي اقول لك؟ امري هالكلام يلي قلته مبارح بمقابلتك بالتلفزيون، يا ترى كان مزبوط ولا كنت عم تجرش حكي وتبيع وطنيات؟ هلأ هيك انا بنظرك، ليش من ايمتى كنت يا ميادة اجرش حكي وبيع وطنيات؟ يعني مزبوط. طبعا مزبوط، لانه انا فعلا قررت ارجع للوطن واستقر بالشام. هيك ها؟ هذا الكلام اللي بينسمع. حاجتك بقى غربة وشنطتة بفرنسا، وحاجتنا نحن أهرمة، كفاها الله. أوف، ليش بشو عم تتأهرموا بغيابي؟ عم أصر عليكم بشي؟ لا، بس بيضل وجودك بيناتنا غير شكل. شو هالحكي؟ هلأ يلي جوزها عايش جنبها وجوات البلد مثل يلي جوزها عايش بعيد عنها وبرات البلد، زينها بعقلك. معك حق. طيب شو رأيك افتح عيادة ولا اشتغل بالمستشفيات؟ هيك وهيك، بتفتح عيادة كبيرة بنص البلد وبتتعاقد مع شي مستشفى ضخم. ليش قليل اسمك انت؟ يا ميادة اسمي معروف بفرنسا، بس هون بجوز بدي فت خبز حتى انشهر. ايه ما بدك شي ما شاء الله حولك، يعني بشهرين زمان بتنطبل فيك البلد طبل. يا بسام انت اختصاصك نادر، انا واثقة تمام انه دخلك هون ما رح يقل ابدا عن دخلك بفرنسا. معنات هالشي لازم اطلع شهر على باريس، انهي اموري وعلاقاتي وارجع. انت عيني، هذا الكلام المزبوط، وبهالفترة هي رح خلي امجد واحلام يدوروا لك على عيادة مناسبة. شو رأيك؟ ماشي الحال، اتكلنا على الله.
ما قلت لي ماما شو رأيك بصيغة الإعلان؟ بصراحة ما استوعبته منيح، عدليها مرة تانية لشوف. على عيني. بشرى سارة لمرضى الأعصاب في سوريا، يعلن الدكتور بسام كبريتي أنه قرر. لا ماما لا، ما عجبتني هالصيغة منوب، لازم نلاقي صيغة ملفتة للنظر أكثر من هيك. ماما معها حق، لأنه الإعلان كتير كلاسيكي، بعدين ما حلوة كلمة بشرى سارة، شو نحن بدنا نفتح سوبر ماركت؟ لكن اخترعي لنا حضرتك هيك شي صيغة بتكون مودرن، أحسن ما عم تتمقلسي على أسلوبي. طيب شو رأيكم نكتب بالمانشيت العريض عودة الدكتور بسام، وتحت منكتب ترقبوا الافتتاح المنتظر؟ أشوف فيلم سينما هو؟ يا حبيبي، قال ترقبوا الافتتاح المنتظر. ماما أنا برأيي نأجل الإعلان هلأ لحتى نعتمد على العيادة. ليش ماما؟ خلينا ننزل هلأ الإعلان مشان نكسب وقت. ماما إذا لقينا العيادة منحط عنوانها على الإعلان فرد مرة. طيب شو رأيكم ننزل أول إعلان بدون ما نحط عنوان العيادة، وبالإعلان الثاني مننزل العنوان؟ وليش هالدورة واللفة بقى؟ مشان يصير تشويق أحلام خانو. أصبح وينك؟ اكتب لقلك. يعلن الدكتور بسام كبريتي الأخصائي بمعالجة الأعصاب وعضو الهيئة الأوروبية. كيف كانت سفرتك؟ يا ستي ممتازة كتير، وعينك تشوفهم هنيك قديش زعلوا لما بلغتهم قراري، عم قلك انقهروا من جوات قلبهم. لك كان معلوم بدهم ينقهروا؟ لا، ودكتور بيير فرديناند عمل المستحيل حتى يخليني ارجع عن قراري، بس ما قدر، وكل محاولاته باءت بالفشل، لدرجة انه عرض علي يزود لي راتبي بالمستشفى 70% ضربة واحدة، ورغم هالشي ما لقى استجابة مني. منيح والله يلي ما ارتخيت قدامه وقبلت بالعرض. هو بصراحة ميادة المغريات بفرنسا كتير كتير مثل ما بتعرفي، يعني عز ومركز وفلوس واحترام وفيلا مجانية، هذا كله ما عدا منصبي بالجامعة، لأنه منصبي لحاله بيحسدني عليه القاصي والداني، بس صدقيني كل هالشي بيهون قدام رجعتي للبلد وقعدتي بيناتكم. قدامنا نحن ولا قدام الماما؟ ولو يا أحلام، أنتو ماما أغلى شي عندي بهالدنيا. ايه شو هالسان الحلو هذا يا بابا؟ يعني مع اني انا دارس صحافة وشغلتي الحكي، عليم الله عليم الله ما بطلع نقطة ببحرك. ايه لكن حتى تعرف انه مواهب ابوك متعددة. يا سيدي باصم لك بالعشرة. على فكرة بسام، الولاد لقوا لك عيادة حلوة كتير ومنتظرين موافقتك عليها. خلاص اذا عجبتكم بشتريها على غميضي. والاجهزة بابا؟ الاجهزة وصيت عليها وبعد 10 ايام بتوصل لهم. يا سيدي الله يقدم لك اللي فيه الخير والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. خف اعطيني ورقة خسي. ورقة خسي لك كمان. الحقيقة يا دكتور رجعتك لهون مكسب كبير للبلد، وانا بحيي فيك شهامتك ووطنيتك. شكرا يا سيدي الله يخليك. يعني بتقبلوني بالنقابة؟ الله يسامحك يا دكتور. النقابة كلها تحت امرك. جهزت الوراق يا ترى؟ لا والله. ليش شو الوراق المطلوبة استاذ؟ ولا يهمك دكتور، اوراق عادية هلا بكتب لك اياها هون انا، بس اهم شيء تعديل الشهادة. تعديل الشهادة؟ شلون يعني؟ اجراء روتيني كتير، يعني شهادتك اللي حاصل عليها من فرنسا لازم تتعدل بما يوازيها من الشهادات السورية. شو الحكي استاذ؟ انا حاصل على شهاداتي من فرنسا ومن اهم كليات الطب بالعالم، ومارست إدارة أضخم المشافي والمستوصفات بباريس وغرنوبل ومونبيليه، بقى شو بدي عدل العدل؟ دكتور بسام، قلت لك إجراء روتيني بسيط. بس أنا أستاذ. ولا يهمك، راجع التعليم العالي وجيب لي تعديل الشهادة والنقابة تحت أمرك. يا سيدي، هي شهادة الطب من جامعة غرنوبل الأولى جوزيف فوريه، مصدقة من الخارجية والسفارة. وهي شهادة الاختصاص من جامعة باريس السادسة بييرو ماري كوري. وهي مولانا شهادة خبرة من معهد باستور بستراسبورغ من مشفى سالبت كيه يلي ماتت فيها الأميرة ديانا.
وهي بطاقة عضوية بجمعية ميدسان سان فرونتيي، وهي بطاقة عضوية دائمة بالمؤتمر الطبي العالمي السنوي لطب الأعصاب الأصالي، وهي مولانا شهادة من وزارة التعليم الفرنسية تثبت أني كنت مدير مستوصف لوبيتال دو نيرفا بالوكالة، وهي هي شهادة تقدير وثناء من جامعة كلود برنار بليون ومنصوص فيها أني كنت عضو بالهيئة التدريسية، وأخيرا هي شهادة من مجلة ميدسان دو فامي تثبت أني حصلت على جائزتها السنوية لعام 95 على ما أذكر. عظيم كتير، يعطيك العافية. الحقيقة عودتك للبلد مكسب كبير إلنا وللشعب العربي، ونحن منفتخر فيك ومنفتخر بهيك خبرات. شكرا كتير يا سيدي، والحقيقة تعذبت كتير لحتى جمعت هالوثائق والشهادات. جهد مشكور ما في شك، بس عدم المؤاخذة لوراق ناقصين، بقى يا ريت تستكمل لي اياهم وبكون ممنونك. ناقصين؟ شو ناقصين؟ شهادة البكالوريا. شو هالحكي؟ هلا كل الشهادات اللي قدمت لك اياها ولسه بدك شهادة بكالوريا؟ لا تغلط دكتور، مو انا اللي بدي، النظام هيك بده. بعدين لا تنسى شهادة البكالوريا شهادة أساسية مثلها مثل كل الشهادات اللي قدمت لنا اياها، لذلك لازم تكون موجودة مع الأوراق. بس انا لما بترجاك دكتور لا تحسس، هذا إجراء روتيني بسيط لا بيقدم ولا بيأخر، بس بنفس الوقت مهم جدا، يعني بصراحة أوراقك ما رح تمشي بدون شهادة البكالوريا. أما هي قصة غريبة فعلا. لا والمشكلة إنه البكالوريا تبعي ما لي أخذها من هون. لك من وين؟ من بيروت. إذا أخذها من بيروت بدك تعدلها من وزارة التربية. كمان الثانية بدها تعديل؟ لا تحسس دكتور، إجراء روتيني بسيط بيعملوا لك إياها بخمس دقايق وأنت واقف. أهلا وسهلا برجوعك لصدر الأم دكتور. طيب يعني بابا الشهادة كيف شكلها؟ شو بيعرفني؟ يعني معقولة أتذكر شكلها أنت التاني؟ بسام أنت متأكد إنها هون؟ ماني متأكد ولا شيء، بس وين ممكن دور غير هون؟ بابا لتكون بكراتين الكتب اللي عسقيفها. ليش في كراتين عسقيفة؟ لا لا ما ضل شيء، كله شحته من زمان. الله يصلحك، يعني معقولة تشحدي الكتب بدون ما تشوفي شو في بقلبها؟ الكتب قديمة من زمان ستي، أنا متأكدة إنه ما لنا دحشين بقلبها شيء مهم. بعدين يعني ما خاطر ببالي إنك تحتاج شهادة البكالوريا وأنت بهالسن هاد. هي هي، لقيتها بابا لقيتها. هات أشوف. ما بتنفع هالصورة عنها. يعني شو؟ ما بيمشي الحال؟ لا ما بيمشي، لأنها صورة غير مصدقة. أنا بدي يا أما الشهادة الأصلية يا أما صورة مصدقة عنها. هلأ أنت لما سجلت بكلية الطب بشو سجلت؟ بالأصلية ولا بالصورة عنها؟ لا على ما أذكر بالأصلية. إيه خلص، معناتها شهادتك لساها هنيك بباريس. إيه والله مزبوط، أحسن شيء ابعتهم فاكس مشان يبعتولي إياها. خلص خلص، ضبوا كل شيء ولا بقيتوا تدوروا على شيء، تقريبا مشي الحال. رح ابعت جيب نسخة عن البكالوريا من باريس. ايه دكتور قلي، وهي بشو بدي اعدل لك اياها؟ ببكالوريا سورية. بشو يعني؟ اسف كتير، هي ما بتتعدل غير بصفحة 11 مو بكالوريا. شو تفضلتوا اخي؟ سلامة عرفك دكتور، هي شهادة بكالوريا اولى لبنانية، وبلبنان في بكالوريا اولى وبكالوريا تانية، والبكالوريا الاولى بتعادل صفحة 11 عنا. ايه والمعنى؟ المعنى بدي شهادة البكالوريا التانية. بس انا ما معي البكالوريا التانية. لكن شلون درست الطب؟ سجلت بهي الشهادة اللي معك. وقبلوها منك بفرنسا؟ نعم سيدي قبلوها. العمى قديش في فوضى بفرنسا، يعني شلون مرقت عليهم هيك شغلة ما بعرف. اي والله ما تصير عنا هيك غلطة لتتكركب الدنيا فوقاني تحتاني. يا سيدي لا تدقق، ببلاد بابا بيصير شغلات اكثر من هيك. ايه صحيح بالفعل، فوضى كتير هنيك، سايبة الأمور فلتانة، مو مثل هون. السلام عليكم. يعني بالنتيجة شو قالوا لك؟ قال بدهم شهادة البكالوريا الثانية. هلا دكتور انت ما درست البكالوريا الثانية بلبنان؟ يا سيدي القصة وما فيها هي كالتالي بالتفصيل الممل.
أنا وأهلي كنا عايشين بلبنان لأنه أبي كان يشتغل بالمرفأ ببيروت، ومثل ما بتعرف بلبنان في شهادة بكالوريا أولى يلي هي الحادي عشر، وشهادة بكالوريا تانية يلي هي شهادة الثانوية العامة عنا. مزبوط؟ صحيح، معروف الشيء. ها ولسوء الحظ وبعد ما أخذت البكالوريا الأولى يلي هي الصف الحادي عشر علقت الحرب بلبنان، وتخربطت الدراسة وتسكرت المدارس ودبت الفوضى، وصارت الناس تهرب حتى تنفذ بجلدها من الحرب ومآسي الحرب. لساتك معي أستاذ ولا شردت؟ معك دكتور، معك. عظيم. أبي بهالحالة وباعتباره سوري رجع للشام هو وأهلي وأخواتي بنات، وأنا باعتباري وحيد وما عندي عسكرية سافرت أنا على فرنسا حتى أكمل دراستي. طيب ليش سافرت على فرنسا؟ ليش ما كملت دراستك بالشام؟ أخي هيك صار. أولا خالي عايش بفرنسا وبهالصورة في مين يعتني فيني ويقاويني. ثانيا أنا دارس بلبنان ومعظم دراستي بالفرنسي، يعني المناهج متقاربة. ما اختلفنا، كل هالحكي على عيني وراسي، بس السؤال كيف قبلوا لك شهادة البكالوريا الأولى ودخلوك على الجامعة بدون ما يكون في حوصتي لوصتي؟ أخي الله وكيلك، لا في حوصتي ولا في لوصتي. فرنسا هي فرنسا، مو حارة كل مين يدولو. طيب فهمني هلأ، شلون قبلوك بكلية الطب؟ يعني شلون مرقت عليهم الشهادة؟ شو هالكلام يا أستاذ الله يخليك؟ شو شايفني قدامك محتار ولا مزوّر؟ لا 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 لا، ما في شيء من هذا يا أستاذ، أنت بلا شك إنسان محترم، بس شو بدنا نساوي؟ الاحتراس واجب. أخي لا تجنني، الله يرضى عليك. احتراس من شو؟ عم أقول لك هاي شهاداتي بين إيديكم، وهي الوثائق وهي المستندات المصدقة أصولاً. صحيح، بس بيني وبينك عم بيخامرني شك انه هنيك الاساتذه عم بينشحوا الطلاب بالمصاري والرشوه والبرطيل. هيك قولك عم يعملوا بفرنسا؟ طبعا، وعم بيخامرني شك انه المواد لها تسعيره مثل تسعيره وزاره التموين عنا. شلون يعني استاذ؟ يعني اذا بدك تنجح بماده التشريح السريري بدك تدفع 1000 فرنك لاستاذ الماده حتى ينجحك، واذا بدك تنجح بالتنظير الضوئي بدك تدفع 1500 فرنك، وبالحقوق الدستورية 1700 فرنك، وبالاقتصاد السياسي 2000 فرنك، وعلى هالمقياس قيس بكل الكليات. يعني بيني وبينك الشغلة صارت مكشوفة، وكل مادة لها تسعيرة مثل باكيت الدخان. شو هالحكي اللي عم تحكيه استاذ؟ منين جايب هالمعلومات حضرتك؟ مثل ما عم بقلك، وعم بيخامرني شك انه اذا كانت المنفحصة طالبة يمكن استاذ المادة يطلب منا انها تحبه بالزور أو تسايره حتى ينجحها. يا لطيف يا لطيف، تلطف فينا. حوالينا ولا علينا، حوالينا ولا علينا، اللهم سترك يا رب. ايه وهلأ شو المطلوب مني يعني؟ شلون بدنا نحل هالقصة ونخلص بها؟ اسمع استاذ بسام، ما في قدامك غير حل واحد. تفضل سمعنا، اتحفنا بهالرأي. بدك تدبر بكالوريا سورية بأي شكل، علمي أدبي مو مشكلة، المهم بكالوريا. ما فهمت عليه، شلون بدي دبرها؟ بصراحة عم بيخامرني شك انك لازم تعيد البكالوريا. عيد البكالوريا بهالسن هاد بهالمركز هاد؟ انت بدك يعني عيد البكالوريا؟ لك قدم بكالوريا حرة لحتى نوصل انا وياك للسيف سايد. اللي يكون عم تمزح معي يا استاذ. الله يسامحك يا استاذ، هلا وقت المزح؟ بقى اسمع مني وروح لحق التسجيل قبل ما يخلص. ولك يا بني آدم، أنا بباريس عم مارس الطب من كذا سنة، وعم أجري عمليات جراحية وعم نقلوها بالفضائيات لمختلف أنحاء العالم مباشرة على الهواء، وكل هالشي مشان تعميم أسلوبي. ومن هالعمليات فتح المخ بالليزر، جراحة الشرايين والأعصاب، واستقصار الأورام الحميدة والخبيثة، ووقف النزيف الدماغي، ومعالجة التهاب القشرة الدماغية والسحايا، وزرع نخاع بالعمود الفقري، ومعالجة الفتق اللبي والديسك والفالج. لكن تعرف أني قبل ما أجي لهم مباشرة عملت عملية مجهرية لعصب دقيق، وخيطت العصب بشعرة منتزعة من ظهر إيدي، وأخذت جائزة العام لأفضل عملية جراحية مجهرية بالعالم. ولك أنا بفرنسا صار إلي دكاترة تلامذة وأنصار ومريدين، وصرت صاحب طريقة باستقصار الأورام
اسمها طريقة الدكتور كبريتي، وبعد هالشي عم تقلي عند البكالوريا، عند البكالوريا. الله العظيم الحق معك يطلع خلقك، بس نووي وعم بيخامرني شك انه ما في قدامك حل تاني، لانه القانون لا يخرق والنظام يجب ان يطبق. وانا عم يخامرني شك انك انسان متخلف على الحق، من عهد المستحاسات والديناصورات المنقرضة ما في شك، ولازم يفتح مخ، مو بالليزر، ما بيلبق له، بالمنشار والمفك. معقول هالحكي يا بسام؟ انت اكيد عم تمزح. لا والله ما عم بمزح، قال لازم عيد البكالوريا، يعني بعد ما شاب ودوه على الكتاب. شو هالحكي؟ طيب روح قابل الوزير. يا ستي قابلته. اي وشو قال له؟ والله الزلمة كان لطيف كتير، وقال لي بصراحة أنا لساتني جديد بالوزارة وما بعرف إذا كانت هيك قرارات ضمن صلاحياتي ولا لا، لأنه ما في نص بالقانون أقدر أعتمد عليه بحالتك. أما قصة غريبة، يعني هلأ الأجانب كتير جدبان حتى يسلموك أرواحهم؟ أصلاً المريض شو رح يستفيد من بكالوريتك وهو ملقح تحت المشرط تبعك؟ ما بعرف يا ميادة، ما بعرف. يلي بعرفه وأنا بهالوضع شغلة واحدة وبس. وشو هي هالشغلة؟ لازم أرجع على فرنسا اليوم قبل بكرة. إيه لا حبيبي، لا ما حذرت بنوم. قال يرجع على فرنسا. قال إيه نحن ما صدقنا أنت اقتنعت ترجع للشام. طيب شو بدي ساوي لكان؟ غير مهنتي وافتح مكتب تعهدات وتجارة عامة؟ هلأ هيك رح تكون القفلة؟ بعد ما كنت ميادة حرم الدكتور بسام رح أصير حرم لك. ميادة لا تجنيني أنت التانية، شو بدي ساوي لكان؟ بسام بسيطة، روق دمك وهدي أعصابك وكل مشكلة إلى حل. طيب شو الحل برأيك؟ شوف يا بسام، الإنسان مهما قوي ما بيقدر يوقف بوش الطيار ولا بيقدر يناطح أعصاب. إيه وشو المعنى؟ المعنى يعني إذا كان وجودك بالبلد مرهون بتقديم البكالوريا فشو عليه؟ قدمها. تعرف والله أنا لو كنت محلك غير أكسر عينهم وقدمها جكارة فيهم وما بسمح لهم يهججوني من البلد. هلأ هادي اللي طلع معك ستر حسن؟ بعدين لا تنسى أنه معلومات البكالوريا لواحد بمثل ثقافتك رح تكون مثل شربة المي وما رح تتعذب بدراستها أبدا. هلأ من كل عقلك عم تحكي أنت؟ طبعا ما في غير هيك. مشان هيك روح بكرة من الصبح على مديرية الامتحانات، سجل اسمك مع الأحرار واتكل على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على هالقصة، إنه منين طلعت لنا هالشغلة ما بعرف. معليش بسام، أمر الله وحكم. على كل حال روح من بكرة وسجل حالك قبل ما يخلص الوقت. وليش لحتى روح أنا؟ قلتك بجوز تخجل قدام الناس. أصبح منبعت أمجاد؟ لا يعني ضروري نحرجه لأمجاد، بركي حدا من رفقاته شافه شو بده يقول عنه؟ عم يعيد البكالوريا بعد ما تخرج من الجامعة؟ بسيطة مو مشكلة. وين التليفون؟ بمين بدك تتصل؟ بدي اتصل بالبروفيسور المصري أحمد زويل يلي حاز على جائزة نوبل بالعلوم السنة الماضية. ايه؟ وشو بدك تقله؟ بدي اسأله يا ترى معه بكالوريا ولا ما معه؟ لمين هدول الوراق؟ هدول الوراق لبابا. بلا مسخرة الله يرضى عليك، ما أنا فاضيين للعلاج المصدي. وقف منيح واحكي صحيح، يعني أبوك بدي يقدم بكالوريا؟ ايه نعم. والله غريبة. عفوا وشو الغريب بالموضوع اخي؟ بعدين مو من حق اي مواطن انه يقدم بكالوريا؟ بلا بلا لك من حقه. بس وينه سيد الوالد؟ ليش ما اجى بذات نفسه؟ مرضان شوي. عفوا ممكن ولو في دكاترة غلبة، اسألك ابوك شو بيشتغل؟ يا سيدي بابا بيشتغل جراح عصبية. يلا اسم وديات بابا. وجبت لك كمان نقاط ممكن تساعدك وتسهل عليك الدراسة. نقاط شو؟ أول شيء هالكتب. هي حل مسائل تحليل رياضي. وهي حل مسائل مثلثات. وهي هندسة تحليلية كمان حل مسائل. وهذا الرائد الجديد في اللغة العربية. وهي أسئلة السنوات السابقة مع حلولة. عظيم كتير. بس والله كتار هالكتب. شايف لك البكالوريا صايرة صعبة مو هي؟ إيه لكن بابا هي بكالوريا وبدها هز كتاب، يعني أنت لازم تبلش دراسة من هلأ وما تضيع أبداً وقت. أنت دعولي بابا وإن شاء الله كل شيء بيهون. إن مجموع المحاور المتوسطية على الخط الشاقولي تساوي ضعف امتداد النصف الخارجي للقطعة المراد قياسها ضرب 3،
ولقد أكد ذلك إقليديس في نظرياته. والله كأني عبارة بس سكريتي شو هاد يا تساوي ضعف امتداد النصف الخارجي للقطعة المراد قياسها ضرب 3. يعطيك العافية. الله عافيكي. هيك ها اقرأ بصوت عالي ريته ما يبلغ الصوت. والله يا ميادة المنهاج صعب كتير ومهما قريت ما عم بفهم شي. ليش شو عم تقرأ؟ عم بقرأ هندسة بس النهفة انه الرياضيات كلها متغيرة وما كان على زماننا هيك شي منو. لك بزماننا كان في مثلا بالجبر تحليل ثلاثي الحدود، الإتمام إلى مربع كامل، المتطابقات ونظريات فيثاغورس وإقليدس. أما هلأ كل الرياضيات صايرة حديثة ومختلفة تماماً. لا وكله كوم والجبر كوم. قال شو البسط والمقام. شو يعني؟ يعني الصورة والمخرج بالكسر العادي. إنه كنت أحفظ إنه البسط يعني الصورة والمقام يعني المخرج ما في فايدة لا تتعبي إلا ما خربيت. آخ فعلاً العلم في الصغر كالنقش في الحجر. إنه منين إجتني هالشغلة ما بعرف. هادي اللي كان ناقصني والله. لك والله عم استحي قدام أولادي هيك إلك يعني. بسيطة بسام، كبرها بتكبر زغرها بتصغر. أنت مكبر الوهم على حالك. يلا لشوف حبيبي، شراب كاسة الليمون وروق دمك. مو مسألة روق دمي، المسألة إنه مغناطيس مخي صاير ضعيف ما عم يعلق في شي. لك بحفظ من هون بنسى من هنيك. اسمع حبيبي انا عندي رأي. وشو هو؟ اذا حاسس حالك عم تتعذب وتتمرمر الافضل لك انك تستعين باساتذة خصوصيين. شو هالحكي؟ يعني معقول يكون دكتور مرموق وخريج فرنسا وحط اساتذة خصوصيين؟ شو بدهم يقولوا عني؟ يقولوا لا يشبعوا الناس، المهم النتيجة. هو بيني وبينك في شغلات ما عم بفهمها. لا والنكتة مو بس بالعربي وبالرياضيات كمان. بس وينك بدك تنتبه، العربي لحاله بيرسب. يعني إذا بتنضرب بمادتين وبتجيب فيهن ربع العلامة ما بيأثر بتنجح، لكن إذا انضربت بالعربي بترسب. طيب ومنين بدي أجيب أساتذة؟ ولا يهمك، بجريدة الدليل موجود كل شيء. ليك وين الجريدة؟ رح دور لك على عناوين الأساتذة. ها شري هي عناوين أكثر من 20 أستاذ. هي عنوان أستاذ عربي. أنت لازمك أستاذ عربي ولا مو لازمك؟ القصائد والشرح شاطر فيهم بس بالإعراب ضعيف شوي. خلاص معناته أول شيء رح جيب لك أستاذ العربي وبعدين بدبر لك باقي الأساتذة لنحكي معه. ألو مرحبا، بالله هون بيت الأستاذ عصام بربوش؟ أنا مين عم يحكي؟ حضرتك يلي ناشر إعلان بجريدة الدليل؟ عظيم، نحن بحاجة لدروس تقوية باللغة العربية لطالب بكالوريا. إيه على عيني مدام، ويا ترى الطالب لحاله ولا معه طلاب تانيين؟ لا لحاله. طيب كم درس بالأسبوع بدكم؟ يعني شي 3 أو 4. ويا ترى الطالب راسب بكالوريا ولا أول مرة بيقدمها؟ لا أول مرة. بأنه مدرسة تعلم؟ الحقيقة هو ماله مسجل بالمدرسة، بده يقدمها حر مو نظامي. طيب قديش كانت علامته باللغة العربية بصف 11؟ ما بتذكر. بس عفوا أنت شو بهمك بعلامة 11؟ لا لا ولا يهمك مدام، بس مشان كون فكرة عن مستوى الطالب، لأنه بصراحة إذا مستوى الطالب ضعيف فأنا بعتذر. أستاذ أنت بس تشوف الطالب بتقدر تحدد مستواه من أول جلسة. ما في مانع. وين عنوان البيت؟ أهلين أهلين. تفضل. شكرا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. حضرتك الدكتور بسام كباليتي؟ أيوة أنا عصام مدرس اللغة العربية. أنت؟ يعني حضرتك اللي حكينا معه بالتليفون؟ أنا هو وجاي بناء على الموعد. يا أهلا وسهلا. أهلا دكتور. أهلا. أهلين تفضل. 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 يا اهلا وسهلا فيك. تفضل شكرا لك. يا ميت مرحبا. كيف صحه ان شاء الله؟ تمام والله الحمد لله. ان شاء الله. تفضل. لا لا ولو تفضل عود ورقه. لا ما بصير مشان واجبك دكتور. يسلم واجبك ولو. شكرا. اهلا وسهلا. اهلين وسهلين ومرحبتين. شو بتحب تشرب؟ معلش بلا ما في داعي. لا ما بصير بابا احلام. نعم يرضى عليكي قهوه وسط. ايه تكرم عينكم.
الحقيقة أنا تفاجأت فيك شوي، يعني ظنيتك أكبر من هيك بالسن. مع أني صار لي 4 سنين متخرج من الجامعة، بس يمكن شكلي بيوحي أني أصغر من هيك، هذا هو السبب دكتور. يا سيدي أهلا وسهلا فيك. إمتى بتحب نبدأ الدرس أستاذ؟ أنا جاهز دكتور، يا ريت نادي المحروس بس. أنا محروس. المحروس ابنك. ابني جوا، شو بدك منه؟ لا بس يا ريت نادي له مشان نبدأ بسرعة لأني مستعجل، عندي درس ثاني بالأبوب. يبدو أنك فهمان الموضوع غلط. الدرس مو لابني. عفوا، لبنتك لكن ما هيك؟ لا، إلي أنا. أنا اللي بدي أقدم بكالوريا. إلك أنت؟ هلا أنا بدي أعطيك دروس إلك أنت؟ إيه، وشو الغريب؟ لا عفوا دكتور، بس مو حضرتك الدكتور بسام كباريتي؟ طبعا أنا. ليش ما حكيت لك المدام عن وضعي؟ لا والله. وليش بدك تقدم بكالوريا دكتور؟ يا سيدي هاي قصة طويلة، خلينا نبدأ الدرس أحسن ما وجع لك راسك. أستاذ. تفضل أستاذ. شكرا. تفضل بابا. شكرا حبيبتي، سمو ديكي. مرسي حبيبتي. يا سيدي شو رأيك هلا نبلش أول شيء بالإعراب مشان نراجع معلوماتك القديمة؟ ما في مانع، أصلاً أنا بدي تقوية بالإعراب. طيب، إعرب لي هذه الجملة إذا سمحت. وللنسيم اعتلال في أصائلي. إعرب لي أول شيء لام للنسيم. لام التعليل. أي ما في تعليل هون دكتور. أصبح لام السببية. ما في شيء اسمه لام السببية. لكن اللام نافية للجنس. هديك لا وانت صادق. يخرب بيتها، لكن شو هاللام هاي؟ حرف جر. والله كنت رح اقولها، بس قلت مو معقول يكون سؤالك سخيف لهالدرجة. طيب دكتور، اقرب لي النسيم. نسيم؟ سهلة، مجرور إليه. مجرور إليه؟ اسم مجرور باللام، مو مجرور إليه. ايوه عفوا، هيك كان انا قصدي استاذ، لا تاخذني. طيب اعتلال شو اعرابها؟ اغلب الظن خبر. خبر؟ خبر لشو؟ وانت الصادق مبتدا مؤخر مرفوع. شو هالحكي؟ هلا هي مبتدا؟ والله على زماننا كانت خبر، بس المناهج مغيره على ما يبدو. طيب اذا كانت اعتلال مبتدا، وين الخبر؟ معلش أستاذ ذكرني ببيت الشعر. وللنسيم اعتلال في أصائله. معناته أصائله الخبر. دكتور، دكتور ركز معي، ركز معي، الله يوفقك، الله يخليك يا دكتور، مستعجل، عندي درس بالآبون. وين الخبر؟ يا سيدي فيها إن المسألة، الخبر مو موجود معناها المسألة فيها نهفة من نهف سيبوي، ما في كلام. يا دكتور لا فيها لا نهفة ولا شيء. جملة للنسيم في محل رفع خبر. ايوه هلا فهمت عليك، بس الحق بايدي ما اعرفها، عم يصعبوا المناهج كثير يا اخي. الله يعين هالجيل ويحمل معه. دكتور ممكن احكي مع المدام كلمتين لو سمحت؟ خير استاذ، في شيء زعجك لا سمح الله؟ لا ابدا، كلمه ولا تغطاها. تكرم عينك. حاضر. ميادة، يا ميادة. خير بسام، بتريد شي؟ الأستاذ بده ياكي بكلمتين. مور أستاذ. أنا شو قلت لك يا مدام على التليفون؟ شو قلت لي ما بتذكر؟ ما قلت لك إنه إذا مستوى الطالب ضعيف فأنا بعتذر؟ بلا. إيه أنا بعتذر. يعني مستوى سيء لهالدرجة؟ مو بس سيء يا مدام، مو بس سيء، تعبان كتير. لك مو تعبان، عدمان. عدم مؤاخذة دكتور، حضرتك ذكي يعني، وانا كثير بيشرفني اكون استاذك، بس الحقيقه بدك شغل كثير بدك شغل، وانا ماني فاضي، عندي درس بالابون. عن اذنكم استاذ. نسي ساعته، هلا بيتاخر على درسه بالابون.
شلون دراسة جوزك ميادة؟ إن شاء الله ما عملتها بدش مثل ابني رغيد. لا الحمد لله ماشي حاله وشادد الهمة وعم يحفظ دروسه أول بأول. إيه الحمد لله. دخليك عم بيقولوا إنه عم تجيبوا له أساتذة خصوصي، صحيح هالحكي؟ إيه بس مو بكل المواد. هلا معقول يا جوزي يحتاج دروس خصوصي؟ شو بتعمل البكالوريا قدام كل هالشهادات اللي أخذها؟ صحيح، بس دراسة الطب شي والبكالوريا شي تاني. بعدين بيني وبينك هو حاسس إنه المنهاج الجديد غريب عليه شوي، خصوصي بالعربي. علمك هو صار له سنين وأيام بفرنسا، يعني حقه ينسى العربي؟ هو شوفي لقلك، من جهة إنه المنهاج صعب، والله صعب كتير. ابني رغيد دايما بيقول نفس الحكي، بيقول لي يا ماما بس هالمنهاج هيك تقيل، يعني ما بعرف ليش كأنه عسير الهضم. إلا عسير الهضم ولا شيء، اللي بيدرس وبيجتهد ما بيلاقي شيء صعب، بس هالجيل بده كل شيء على الجاهز وما بيحب يتعب بشيء. يا ميادة اسمعي مني وانتصحي، اليوم قبل بكرة لازم تقيمي الدش من البيت، وإذا قدرتي كمان تلغي التلفزيون لا تقصري، لأنه صدقوني يا جماعة ما في شيء بيلهي الطالب عن دراسته أكتر من التلفزيون. ومين قالك ما عم فكر أعمل هالشي بآخر الشهر؟ وإذا جوزك حب يجي ويدرس مع ابني رغيد يا ميت أهلا وسهلا، أنا ما عندي مانع، يعني البيت بيته. لا يدرس مع ابنك، هلأ بيتلهوا مع بعضهم، وخصوصا ابنك رغيد أبيله الدبعن عليه. لك قصدي إذا صعب شي على جوزه، وخصوصي بالمثلثات ميادة، لأنه رغيد شاطر كتير كتير بالمثلثات. تصوري بينادوله بالمدرسة فيثاغورس لأنه كتير شاطر فيها. صدقيني ما في مسألة مثلثات بتصعب عليه، يخز العين. لا شكرا، جوزي حافظ المثلثات مثل كرج المي. جيب 2 سين يساوي 2 جيب سين تجيب سين، جيب 2 سين يساوي تجيب شو؟ 2 جيب سين تجيب سين. فإذا اخترنا إحدى المعادلتين أتت العبارة المفروضة على الشكل. مرحبا. أهلا وسهلا. هون فيلا دكتور بسام كباريتي؟ أي والله هون. أنا الأستاذ عاصم، أستاذ الرياضيات اللي حكيتوا معي. يا أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل 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 أستاذ. أكيد حضرتك الدكتور بسام. أي والله تشرفنا معرفتك دكتور. الله يزيدك شرف. شو وينه المحروس؟ أنا المحروس، قصدي أنا طالب البكالوريا. نصل الدارة الكهربائية الموضحة ومؤلفة من ووشيعة ذات مواد حديدية ونضيف إليها مصباحا كهربائيا مناسبا نربطه. مرحبا بسام. أهلا وسهلا. عفوا مرحبا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبتين. أمجد موجود؟ لك هلأ شو بدنا بأمجاد؟ وينك انت غاطت ومالك مبين؟ غلي قلبي عليك. ليش انت سألت عني شي؟ لا بس حبيت اطمن على دراستك. الحمد لله ماشي حالة. وانت شلون دراستك عمو؟ نشكر الله كمان ماشي حال. دخلك بدي اسألك، شلونك انت بالفيزياء؟ فضحل، اذا لازمك شي قلي بس. طيب هلا اذا قذفنا كرة للأعلى، قذف شاقولي يعني، شلون بدنا نحسب الارتفاع؟ أول شيء بدنا السرعة الابتدائية. السرعة الابتدائية 6 متر بالثانية. هلا صارت كتير بسيطة، بما أنه القذف شاقولي فالتسارع هو تسارع الجاذبية الأرضية، يعني 10. لحظة لسجل التسارع، لحظة، التسارع يساوي 10 والسرعة النهائية 0. السرعة النهائية 0 والسرعة الابتدائية معك بتعود معادلة الحركة بيطلع معك الارتفاع. يسلم رغودي، خلينا نشوفك. ها بس المستغرب دكتور، شو حضرتك طبيب وما بتعرف المعلومات البسيطة؟ بعرفها عمو بعرفها، بس الواحد بينسى. دكتور جراح وبينسى، عذر أقبح من ذنب، بس كل شو ما ينسى له شي قطني براشي مريض، الله يستر. ايه دكتور، انا ما قلت لك احسب لي زمن عودة الكرة على الارض. صحيح، لا تأخذني، نسيت احسبه. دكتور هيك ما بيمشي الحال، الله يخليك. الوظيفة لازم تنحل، لأنه إذا هلأ ما حليت مسائل بكرة بالامتحان كيف بدك تحل؟ قلي لشوف، شلون بدنا نحسب الزمن؟ ما بعرف شلون بدنا نحسبه. أنا اللي عم أسألك. هلأ معادلة الحركة المتغيرة بانتظام،
شو؟ عين يساوي نص تعين زين تربيع زائد والله نسيت زائد سيري زين يا دكتور. اي مزبوط هلا اتذكرت. عفوا عمو. شوف دكتور، معنى عين يعني الارتفاع صفر لانه الكره لساتها على الارض، والتسارع معنى يا 10، وسيري يعني السرعه الابتدائيه معناها 6. بهالحاله بضل معنا مجهول واحد اللي هو الزمن. تفضل احسب لي يلا شوف. بيطلع الزمن نص ثانيه. مزبوط. سيك لك دكتور، هدول مثالين للدرس الجاي، وظيفه بتحلهم بس بشرط لحالك، ولا بقى تسأل رغيد ابن الجيران. ليش مين قال لك؟ العمى العمى ولاد الجيران شو فسادين. وطوا صوت هالتلفزيون شوي، شو ما بتعرفوا انه ابوكم عنده بكالوريا؟ اسفين ماما. ماما وين بابا عم يدرس؟ بمكتبه. ايه اي مش علي انا. لا عدي محلك بلا ما تلهي، اصلا هو بده شغله يلتهي فيها. الو اهلين. ايه لحظه ماما، طنط ام عباده. ايه طيب. الو اهلين ام عباده. تمام ماشي الحال. استقبال مين؟ لا والله ما عاد حضرت استقبالات منه. شو ليش؟ مشان جوزي. بتعرفي السنه عنده بكالوريا وما بقدر اتركه لحاله. بعرف انه مو صغير يعني، بس لازم ضل جنبه مشان هيئ له جوله دراسه. ولا يهمك، بعد الفحص ان شاء الله بيرجع كل شيء لحاله. اهلين ام عباده، سلمي على ام وصفي كثير السلامها. الله معك، مع السلامه. شو هاد يلي عم تقرا؟ مجله سيانس اي في. قال العلماء عم يدرسوا إمكانية تجفيف النزيف الداخلي بالمخ بدون جراحة. هلأ شو دخل هالعلك المصدي بالبكالوريا؟ مشان الله بسام لا تتلهى عن دروسك وتخجلنا، مو حلوة قدام رفقاتي. رحميني بقى يا مياد رحميني، بصراحة خايف انسى الطوب واصفى لا من هون ولا من هون. ولا يهمك، خود شراب لقلك خود. شو هلي؟ شو شايفتيني مريض قدامي؟ سلامتك حبيبي، بس أحسن ما تشرب قهوة وتقلق بالليل. حاكم بكرة الفحص ولازم تنام منيح. وليك قبل ما أنسى. شوفي ألو. مرحبا خالي أم رغيد. خالي ممكن أحكي مع رغيد بالله؟ مرحبا رغودة، أنا الدكتور بسام. شلون تحضيرك؟ عظيم كتير. يا ترى في توقعات جديدة مشان بكرة؟ مسألة عن حركة قذيفة المدفع؟ مين قال لك؟ أيوة ولا يهمك، هلأ براجعة. وينك؟ إذا جد معك شيء جديد خبرني بسرعة. أهلين وسهلين. الله معك رغودة، مع السلامة. لك حاج تطويش راسك بالتوقعات، بتتشوش هيك؟ معك حق، بس عم يقول رغيد انه التوقعات جايبها من مصادر موثوقة بالوزارة. حاجتك بقى بسام، هذا كله حكي فاضي. الو مرحبا عمو ابو عبادة. عمو؟ ممكن احكي مع عبادة بالله؟ أنا رفيقه الدكتور بسام كبريتي. إيه يلا معك. صاروا هالفصعين رفقاتي، شايفة يا ميادة شو تبهدلت آخرة عمري؟ مرحبا عبودة، شلونك؟ عم يقولوا إنه حركة قذيفة المدفع متوقعة. شو هالحكي؟
ما في شي منها؟ لكن شو المتوقع؟ ها؟ حركة النواس؟ أكيد؟ طيب هلأ براجعة. إذا جد شي معك الله يرضى عليك اتصل فيني عمو. إيه؟ أهلين، الله معك، مع السلامة. شفت شلون كل واحد بيتوقع شكل؟ بس عباد عم يقول إنه معلوماته من مصادر موثوقة جدا جدا من الوزارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع مني، قوم ريح حالك ونام على بكير أحسن شي. ما بقدر نام قبل ما راجع حركة النواس، بركي اجتنا بكرة، لأنه بصراحة درست أنا مو شيء إنه ما درستها بس نسيتها. اتصلي لي بأستاذ الفيزياء، خليه يجي يراجع لي إياها. هلا بدنا نتصل بالأستاذ بنصاص الليالي؟ أصبح ما في غير إني روح لعند رخودي راجع أنا وياه، ما تطوي. هلا بنصاص الليالي؟ معك معك حبيبتي، باي باي. اضرب عليه. ليش هيك تولدن هالولدنة وانخسل قدره؟ يلا يا شباب، كل واحد ورقته، ها؟ أي حركة هيك أو هيك أو همسة فورا بسحب الورقة. خلونا رايقين، الله يرضى عليكم. ها جاني شيء من التوقعات. لا، وسؤالي اللي بعرفه نسيت جوابه. هاي انت هون شو عم تبربر؟ لا لا ابدا ما في شيء. لكن طلع ورقتك ولا سمعنا حسك اذا بتريد. حاضر، تأمر. شوف النتيجة، ضروري تبعت أمجاد. يعني كتير حلو منظري وأنا عم دفش الطلاب؟ إن شاء الله تنجح بابا، الله لا يضيع لك تعب. آمين يا رب، يا ربي تتلطف فيني وتنجحني وتخليني مع أولادي ولا تحيجني لفرنسا. بسام ليش هيك انخطف لونك؟ حبيبي هدي أعصابك، اقرأ لطيفية بسرك. بدك الصراحة؟ صار قلبي بين رجلي. ها هي إجا أمجاد. شو أمجاد طمنا؟ لك ما تحكي ولا؟ للأسف بابا. شو للأسف يعني؟ يعني إنك رسبت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا يهمك حبيبي، ولا يهمك تقبرني. والله عملت جهدي يا جماعة، ليش هيك صار معي؟ العمل تبهدلت وبهدلت الدكاترة معي كمان. بسيطة أنت الثاني، لا تزعل ولا على بالك، مو أنت أول واحد بيرسب بالبكالوريا ولا آخر واحد. لا تزعل بابا، خلص إن شاء الله السنة الجاية بتقدمها وبتجيب علامات عالية. سنة جاية؟ ايه بابا السنة الجاي، وبركي ان شاء الله بتجمع علامات طب كمان. طيب ما عرفت بايش انضربت؟ بالدياني. هالشي متوقعه، قلت لحالي اذا اخذت بهالمادة صفر مو مشكلة، بس شو المادة التانية اللي انضربت فيها؟ بالتربية القومية الاشتراكية بابا.